منذ تكليفه من قبل الملك المغربي محمد السادس، يسارع سعد الدين العثماني الزمن لتشكيل الحكومة، حكومة يرغب خليفة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران في تقليص عدد وزاراتها. أريد فقط أن أؤكد على أن دابا يلا دابا اللمسات كنحاولوا ندققوا هذه الهيكلة ديال الحكومة المقبلة. لم أطلب بعد من أي حزب حتى واحد، باقي ما قلت ليه لا أعطيني المقاعد اللي بغيتي، الحقائب اللي بغيتي، ولا الأسماء. هذه المرحلة غادي ندوزوا لها إن شاء الله في القريب العاجل، كان في اللمسات الأخيرة. غادي نحاولوا ما أمكن، غادي نحاولوا ما أمكن ما أمكن تكون حكومة مخلصة. والحال كذلك، فإن رغبة العثماني في تقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومته المرتقبة تتناقض برأي متابعين مع العدد المرتفع للأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية والتي أعلنها هو نفسه بعد 5 أيام من بدء المشاورات الحكومية. يسرني أن أخبركم أنه تقرر تكوين الأغلبية الحكومية من 6 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي. على أن العثماني أقر بصعوبة تشكيل حكومة مقلصة بالنظر إلى عدد الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي من جهة، وضم التشكيلة المقبلة لوزراء منتدبين وكتاب دولة من جهة ثانية. ثم كتعرفوا بأن الحكومة فيها 6 الأحزاب، يعني التقليص ديالها غادي يكون، يعني غادي يكون فيه صعوبة. كاين وزراء منتدبين وكاين كتاب دولة، طبيعي. ولعل ذلك ما يزيد من تعالي النقاشات في الفضاء العمومي المغربي حول إمكانية دخول المغرب إلى حالة انسداد حكومي ثان بسبب الصراع المحتدم بين مكونات الأغلبية وسعيها إلى الهيمنة على الحقائب الوزارية الاستراتيجية في ثاني حكومة بعد دستور 2011.